بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الاعدادي، ان شاء الله هناخد اخر درس النهارده في النحو في الترم الاول، وهو التوكيد. عايزين نعرف يعني ايه توكيد. توكيد هو تابع يذكر في الكلام لتاكيد المعنى ويتبع ما قبله في الايه في الاعراب. طيب تاني، يبقى التوكيد هو من التوابع، يذكر في الكلام لتاكيد المعنى ويتبع ما قبله في الايه في الاعراب، وهو نوعين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. يبقى عندنا نوعين من التوكيد، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي عندنا في الامثله اللي ناحيه اليمين دي، التوكيد اول نوع من التوكيد اللي هو التوكيد اللفظي. طيب التوكيد اللفظي ده هو بيكون تكرار، هو بيكون ايه؟ تكرار. تكرار، طب تكرار ايه يا مس؟ تكرار اسم، تكرار فعل، تكرار حرف، او تكرار جمله اسميه او فعليه. يبقى تاني، التوكيد اللفظي بيبقى تكرار اللفظ نفسه، اما ان يكون تكرار اسم او تكرار فعل او تكرار حرف، او يمكن ان يكون تكرار جمله اسميه او ايه او فعليه. يبقى احنا قلنا عندنا في المثال رقم واحد في التوكيد اللفظي، محمد محمد مجتهد. طيب فين يا مس التوكيد؟ التوكيد لما نيجي نشوفه اللي هي محمد الثانية، يبقى التوكيد عندنا هي محمد ايه؟ الثانية. يبقى لما نيجي نعرب كلمة محمد دي، طيب نقول نيجي نعربها نقول ايه؟ توكيد لفظي. طيب اللي قبلها مرفوع يبقى هي مرفوع، لو اللي قبلها منصوب يبقى هي منصوب، طب واللي قبلها مجرور يبقى اللي هي هي ايه؟ هتبقى مجرور، اللي احنا قلنا ايه؟ تابع. يبقى لما نيجي نعرب محمد الاولى هنا عادي على حسب موقع في الجمله، مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب ده اللي هو ايه؟ المؤكد. طيب فين التوكيد اللي هو محمد؟ اللي هي محمد الثانية اللي ايه؟ اللي هي تحتها خط دي. يبقى لما نيجي نعرب محمد الثانية دي توكيد لفظي، نوعه لفظي، توكيد لفظي ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب يبقى احنا قلنا ده تكرار الاسم. طيب تكرار عندنا الفعل، لما اقول اقبل اقبل الناجحون، طيب فين التوكيد يا مس؟ التوكيد اللفظي عندنا اقبل اللي هي الثانية، يبقى لما نيجي نعربها عادي هي معروفة ان هي توكيد، توكيد لماله؟ لفظي، بس هو هنا فعل ماض مبني على ايه؟ الفتح. طيب في مس هنا تاني في توكيد، في توكيد هنا في المثال الثالث، لن يفوز الكسول. يبقى عندنا هنا لن الثانية هي توكيد للحرف اللي هو لن الاولى، يبقى عندنا لن هنا توكيد لفظي، توكيد لفظي لايه؟ للحرف. الله أكبر الله أكبر، المثال عندنا المثال الرابع، الله أكبر الله أكبر، آدي توكيد لفظي جملة، جملة اسمية. يبقى التوكيد اللفظي ممكن يكون جملة اسمية، طب ممكن يكون جملة فعلية؟ عندنا في المثال الأخير ينجح المجتهد، ينجح المجتهد. يبقى احنا قلنا التوكيد ده تابع يذكر في الكلام لتأكيد الايه؟ المعنى. انا بأكد ان فعلا ينجح، ينجح المجتهد، ينجح المجتهد، ينجح المجتهد. يبقى ده قلنا عليه اللي هو التوكيد اللفظي. يبقى التوكيد اللفظي تاني هو تكرار الحرف او الاسم او الفعل او الايه او الجمله، ان كانت جمله اسميه او جمله فعليه. لحد كده تمام. يبقى نقول تاني، التوكيد هو تابع بيتبع اللي قبله، يذكر في الكلام لتاكيد الايه؟ المعنى، ويتبع ما قبله في الايه؟ في الاعراب. اللي قبله مرفوع يبقى هو مرفوع، اللي قبله منصوب يبقى هو منصوب، اللي قبله مجرور يبقى هو مجرور. يبقى خلاص كده عرفنا التوكيد اللفظي هو بالتكرار، تكرار. طيب هنيجي على النوع الثاني. طيب نشوف كده، عندنا التوكيد هو تابع يذكر في الكلام لتاكيد المعنى ويتبع ما قبله في الإعراب، وهو إيه؟ نوعين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي، توكيد لفظي وتوكيد إيه؟ معنوي.
التوكيد اللفظي ويكون بتكرار اللفظ نفسه، سواء كان اسما ام فعلا ام حرفا ام جمله. طيب نيجي على الايه، التوكيد الثاني اللي هو التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي وبيكون الفاظ بالفاظ سته بنحفظهم. يبقى تاني، التوكيد المعنوي بيكون بالفاظ سته بنحفظهم. ايه هما معايا كده؟ نفسي عين، كلا كلتا، كل جميع. تاني، نفسي عين، كلا كلتا، كل جميع. تاني، يبقى التوكيد المعنوي بيكون بالالفاظ السته دول، نفسي عين، كلا كلتا، كل جميع. طيب نفسي عين، كلا كلتا، كل جميع، دي ناخد كل واحده نفس وعين للمفرد، يبقى نفس وعين للايه، نستخدمه للمفرد، وكلا وكلتا للمثنى، كلا وكلتا للمثنى. طيب كل وجميع للجمع والمفرد الذي له ايه، اجزاء. طيب الفاظ التوكيد لا تعرف توكيدا الا بشرطين. الالفاظ دي ما بنعرفهاش توكيد، لازم بتكون لها ايه، شروط. وايه هم، ايه هي الشروط ديت؟ هم شرطين مهمين هنحفظهم. اول حاجه، لابد ان تتصل بضمير. يبقى اول شرط، لابد ان تتصل بضمير. الضمير ده بيعود على المؤكد، على المؤكد. الضمير ده بيعود على المؤكد ويطابقه نوعا، اللي هو التذكير والتأنيث والعدد في الافراد والتثنيه والجمع. طيب ايه تاني، ايه الشرط التاني؟ ان يمكن حذفها من الايه، من الكلام، ويبقى له معنى، ولا بد من وجود ايه، الشرطين معا. يبقى لازم يكون الضمير موجود متصل باللفظ اللي هو عندنا، اللي هو اللفظ اللي التوكيد، الفاظ التوكيد، لابد ان يكون ايه، ضمير، يتصل به ضمير. طيب ايه تاني، الضمير ده بيطابق المؤكد في ايه، في العدد والنوع. قلنا العدد اللي هو الافراد والتثنيه والجمع، والنوع التذكير والتانيث. طيب ايه تاني، عند حذفها من الكلام، من الجمله، يبقى له معنى. يعني لما اقول عندنا في المثال الاول، حضر الرئيس نفسه الحفله، يبقى عندنا هنا التوكيد المعنوي. عايزين نعرف هي توكيد معنوي ولا لا. طيب اول شرط، الهاء اهي، ادي الضمير. الضمير ده بيطابق المؤكد اللي هو الرئيس في ايه، في النوع والعدد، انه النوع اللي هو المذكر والعدد اللي هو المفرد. تمام. طيب نشوف الشرط الثاني علشان نقول عليه ان هو توكيد. تيجي نحذفها كده، نقول حضر الرئيس الحفله. الجملة بقى لها معنى لما عند حذفها عادي، في ما أثرش حذفها من الجملة في المعنى، ما أثرش الحذف بتاعها في المعنى خالص في الجملة. يبقى لما أقول حضر الرئيس نفسه الحفلة، يبقى لما نيجي نعرف كلمة نفس، ها توكيد معنوي. ماله، برافو عليكم. ها الرئيس مرفوع، يبقى نقول توكيد معنوي مرفوع، نفسه، نفسه توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضم، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. برافو عليك. يبقى هنا قلنا إن التوكيد المعنوي ده مرفوع عشان الرئيس دي إيه، المؤكد دي إيه، مرفوع. يبقى حضر الرئيس نفسه الحفلة، ولما نيجي نحذفها، ها هنقول حضر الرئيس الحفلة، اللي ما أثرش الحذف بتاعها في الجملة، في معنى الجملة. يبقى عندنا هنا نفسي هنا دي الايه، توكيد معنوي. نيجي على الجمله الثانيه، منحت المتسابقه عينها الجائزه. تاني، منحت المتسابقه عينها الجائزه. فين يا ميسي التوكيد المعنوي؟ احنا هنقول عينها دلوقتي. طيب تيجي نتاكد ان هي توكيد معنوي ولا لا. نشوف، اتصلت بضمير، اتصلت بضمير. طيب طابق المؤكد في الحاجتين اللي قلنا، في العدد والنوع، في العدد ان هو مفرد، المتسابقه مفرد، والهاء ديت للمفرد، ضمير للمفرد. طيب ايه تاني، دي للمثنى ودي للمثنى، يبقى في النوع والعدد. طيب تيجي بقى نحذفها كده، منحت المتسابقة الجائزة. ما أثرش الحذف بتاعها في معنى الجملة، يبقى توكيد معنوي. طيب
نعرفه بقى، نشوف اللي قبلها المتسابقه دي. ايوه برافو عليكم، مفعول منح. منح دي ها فعل متعدي بينصب ايه مفعولين، يبقى هنقول المتسابقه مفعول به اول، مفعول به اول منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب عينها هنقول ايه؟ توكيد معنوي منصوب وعلامه نصبه الفتحه والهاء ضمير مبني في محل جار مضاف اليه. برافو عليك. طيب هنا لما نقول مثال الثالث، احنا قلنا نفس وعين للمفرد والايه وللجمع، للمفرد يا ربي نفس وعين للمفرد. طيب نيجي بقى على الالفاظ كلا وكلتا. كلا وكلتا قلنا نستخدم للايه؟ للمثنى. توكيد الفاظ، ها الفاظ توكيد قصدي، الفاظ توكيد للمثنى كلا وكلتا. كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث. طيب واحده واحده كده، نجح الطالبان كلاهما. تيجي بقى نقول كده كلاهما توكيد، لا اصبر كده واحده واحده. كلا اتصلت بضمير، ادي اول شرط، برافو عليك. طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ عند حذفها من الجمله، ها عند حذفها من الجمله لا تؤثر في معنى الجمله. يبقى لما نقول نجح الطالبان وحذفناها، الجمله عادي لها معنى، يبقى نقول كلاهما توكيد معنوي. والمثنى ها بيعرب يرفع وعلامه رفعه الالف، وينصب ويجر وعلامه نصبه وجره الايه الياء. يبقى هنا كلاهما كلا، هنيجي نعربها بقى، نجح الطالبان كلاهما، يبقى كلا هنا بقى نعربها توكيد معنوي. الطالبان مرفوع، برافو عليك، توكيد معنوي مرفوع وعلامه رفعه الالف، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب يبقى احنا قلنا كلاهما وكلا وكلتا بتعرب اعراب المثنى لما تكون ايه؟ لما تكون توكيد معنوي، والهاء المشبوكه معاها المتصله دي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، وتعرب اعراب المثنى ترفع وعلامه رفعها الالف، وينصب ويجر وعلامه نصبها وجرها الايه؟ الياء. يبقى هنا كلاهما هنا توكيد معنوي ايه؟ مرفوع، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب المثال التاني الرابع، كرمت المدرسة المتفوقتين كلتيهما، برافو عليك. يبقى كلتيهما هنا ايه؟ توكيد معنوي. طيب طيب نشوف كده الشروط توافرت ولا لا؟ كلتيهما اتصلت بها ضمير هما، تمام ادي اول شرط. نشوف الشرط التاني، لازم الشرطين يكونوا مع بعض، ما ينفعش لو اختل شرط، لو اختل شرط من الشروط ما يبقاش توكيد معنوي. يبقى هنا كلتيهما هنقول توكيد معنوي، ليه؟ أول شرط الضمير المتصل. طيب إيه تاني؟ عند حذفها من الجملة لا يؤثر حذفها في معنى الإيه؟ الجملة. لما أقول كرمت المدرسة المتفوقتين وقلنا ما قلناش كلتيهما، يبقى تم المعنى عادي خالص في الجملة. يبقى نقول كلتيهما، نيجي نعربها، اللي قبلها إيه؟ اللي قبلها منصوبة، لأنها مثنى، تمام. يبقى هنا كلتي يبقى توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه إيه؟ مثنى، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، تمام. يبقى قلنا كلا وكلتا للإيه؟ للمثنى، بتستخدم للإيه؟ المثنى. كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث، ولا بد أن تتصل بضمير وعند حذفها من الجملة إيه؟ تتم الفائدة، فائدة الجملة ما فيش مشكلة. طيب المثال اللي عندنا المثال الخامس، كافأت المجتهدين، هنا دي المجتهدين دي الجمع، كافأت المجتهدين كلهم، ها كافأت المجتهدين كلهم. احنا قلنا قبل كده ان كل وجميع بتستخدمان لايه؟ للجمع والمفرد الذي له ايه؟ اجزاء. طيب يبقى تاني، كل وجميع بتستخدم للجمع والمفرد اللي له ايه؟ اجزاء. طيب يعني ايه مفرد اللي له اجزاء؟ مش زي الكتاب له صفحات، دي ممكن ايه؟ مجزأ. طيب كافأت المجتهدين كلهم. طيب
نيجي نشوفها كده هي التوكيد معناه ولا لا. طيب اول شرط اتصلت بضمير، تمام ماشي. طيب نشوف الشرط التاني، توافر ولا لا، عند حذفها من الجمله، ها لا يؤثر حذفها في معنى الجمله، يبقى لمون كافأت المجتهدين، الجمله عادي لها معنى والدنيا تمام، يبقى ديت توكيد ايه معنوي. طب المجتهدين دي تعرب ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء، تمام. طيب كلهم يبقى نقول توكيد معنوي منصوب، عشان المؤكد منصوب، يبقى هي ايه؟ منصوب. توكيد معنوي منصوب وعلامه نصبه الفتحه والهاء، ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب يبقى احنا قلنا كل وجميع للمفرد للجمع، والمفرد له اجزاء اجزاء. طيب ولا بد ان تتصل بضمير عشان احنا نقول عليها توكيد، وعند حذفها من الجمله ايه؟ تتم الفائده والمعنى الجمله. المثال الاخير عندنا هنا، تحدثت مع المعلمات جميعهن. تحدثت مع المعلمات جميعهن. يا مس، هي جميع، احنا قلنا اهي جميع للمفرد وللجمع، للمفرد له اجزاء وللجمع. طيب هنا جميع، نشوف في كده، جميعهن، ها هن دي ادي ضمير، تمام. وافق ايه؟ وافق المؤكد. وافق المؤكد في ايه؟ وافق المؤكد في النوع والعدد، النوع اللي هو المؤنث والعدد اللي هو الايه؟ الجمع. طيب وعند حذفها من الجمله اللي هي جميعهن دي، بتتم تحدثوا مع المعلمات، تمام المعنى تم اللي خالص، مفيش اي مشكله خالص. يبقى هنا جميعهن هنقول ها ماله؟ توكيد معنوي مجرور وعلامه جره ايه؟ الكسره، عادي مفيش مشكله. طيب هنا عشان اللي قبلها ايه؟ مجروره، يبقى هنا ده ايه؟ مجرور. يبقى والهاء وهن دي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى عرفنا التوكيد المعنوي بيكون بالست الفاظ اللي احنا بنحفظهم، ها نفسي عين كلا كلتا كل جميع، تاني نفسي عين كلا كلتا كل جميع. طيب لابد ان تتصل بضمير، لابد ان تتصل بايه؟ بضمير. وعند حذفها من الجمله، وعند حذفها من الجملة بإيه؟ يبقى الكلام له إيه؟ معنى، ولابد من وجود الشرطين إيه؟ معنى. يبقى عرفنا التوكيد اللفظي تكرار، التوكيد المعنوي بيكون بالألفاظ الستة اللي بنحفظهم، تاني التوكيد اللفظي يكون بالتكرار، تكرار اسم، تكرار فعل، تكرار حرف، تكرار جملة اسمية أو جملة فعلية. واحنا قلنا التوكيد المعنوي بيكون بالالفاظ السته، نحفظ مع بعض، نفسي عين كلا كلتا كل جميع، نفسي عين كلا كلتا كل جميع. يبقى حفظنا الست الفاظ دول، قلنا نفس وعين للمفرد، وكلا وكلتا للمثنى، ها كلا المثنى المذكر، وكلتا المثنى المؤنث، وكل وجميع للجمع والمفرد الذي له ايه؟ اجزاء. برافو عليك. طيب نيجي بقى على القاعدة عندنا عشان نشوفها. يبقى قلنا التوكيد المعنوي له ألفاظ مخصوص، نفسي عين كلا كلتا كل جميع، بشرط أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد ويطابقه في النوع والعدد، وعند حذفها من الكلام يبقى له إيه؟ له معنى، ولا بد من وجود الإيه؟ الشرطين معنى. يبقى نقول تاني، التوكيد هو تابع يذكر في الكلام لتأكيد المعنى، ويتبع ما قبله في الإعراب، وهو نوعان، توكيد لفظي، أول ما نقول لفظي نقول تكرار، ها توكيد معنوي بالألفاظ اللي هي المخصوصة اللي هي الستة اللي معانا، نفسي عين كلا كلتا كل جميع، نفسي عين كلا كلتا كل جميع. يبقى كده وبذلك قد انتهينا من الدرس اللي هو الأخير اللي هو التوكيد اللفظي والمعنوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.